السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون الوصفه اللي فاتت كانت سهله وبسيطه عليكم وقدرتوا تعملوها. النهارده هعمل حاجه بسيطه جدا وخفيفه اي حد يقدر يعملها. هعمل كنافه وجلاش. هنعمل بقى النهارده كنافه وجلاش. المقادير بسيطه وسهله. كنافه زي ما انتم شايفين اهي، كنافه لسه جايبينها، وجلاش انا بفضل الجلاش اكياس. اكياس احسن من الجلاش اللي في العلب وارخص كمان. يعني الجلاش اللي في العلبة ب 8 جنيه، الكيس ده انا جايباه ب 3 جنيه. وهنشوفه دلوقتي هيبقى جميل جدا وهتجربوه هتدعوا لي. سكر، هو لسه فيه سكر زياده بس انا هوريكم الكوبايه اللي انا بعاير بيها. ودي كوبايه لبن، وده عسل جلوكوز، وفانيليا، ونص ليمونه، ودي مكسرات مطحونه، ودي مكسرات سليمه عشان ازوق بيها، ودي نشا، ودي شوكولاته عشان التزيين برضه، ودي كريمه راقيه من يوم التورته بتاعت عيد الحب، ودي نشا، ودي السمنه. اول حاجه انا عايزه بس اعرفكم الفرق بين الشربات بتاع الكنافه وبتاع الجلاش. ده حاجه وده حاجه تانيه خالص. انا هنا عندي كوبايتين ميه بيغلوا، كوبايتين من نفس المعيار ده. هنا هعمل الشربات بتاع الكنافه. اول حاجه هحطها هنا، انا حاطه كوبايتين ميه، هحط 3 معالق عسل جلوكوز. كده معلقه اهي، حطها بس السخونيه تفكها من ايدي. ونحط كمان معلقتين. كده حطيت هنا في شربات الجلاش 2 معلقة عسل جلوكوز، تمام. وحطيت في شربات الكنافه 3 دابو. سيبهم بقى يدوبوا كده. عشان الجلوكوز ساح والميه غليت، بشربات الكنافه هحط، انا حاطه كوبايتين ميه، بحط 3 كوبايات سكر. تمام كده 1 2 كفايه 2.5. تمام الفلتر مش مليانه قوي اهو. نيجي عند شربات الجلاش، احنا حاطين 2 كوباية ميه ومعلقتين عسل جلوكوز، يبقى نحط 2 كوباية سكر، وادي كمان 1 كوباية سكر. خلاص هسيبهم بقى الاتنين يغلوا. اهي جبنا السكر فيها، هنا كمان سيبهم يغلوا. على ما يغلوا او اشغل الفرن على درجه الحراره 180، وبعد كده نشوف الكنافه. اشغل الفرن بقى، انا هعمل كنافه صينيه النهارده وكنافه كورنيهات اللي هي محشيه كريمه وشوكولاته. دي كورنيهات بتتباع في العتبة، أنا جايبة الواحد ب3 جنيه أهي، كورنيهات عادية أهي. لو أنت حابة مش عايزة أعملي الصينية، إحنا هنعمل دي وهنعمل دي، بسيطة جدا. تمسكيها أهي، تمسكي الكنافة من على الطرف كده أهي، وتلفي الكنافة عليها. كده لفيته أهو بقى جاهز زي ما أنتوا شايفين كده. هحطه في الصينية، نلف كمان 1 اهو. بصي انت تروحي تشتري كنافه وقولوا انا عايزاها حته واحده مش عايزاها مفتفته. تاخدي الحته اهي تقطعيها انت بنفسك اهو، تاخدي حته كده تحطيها كده وتلفي. بسيطه وسهله، وبصي مره على مره هتلاقي ايدك بتجري فيها وبسرعه ومفيش اي مشكله منها. تحطيهم عكس بعض كده، تمام. نلف كمان 1 اهي، مش هوريكم قد ايه انها سهله وبسيطه، وبره بتتباع غاليه جدا 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 على الفاضي. انت بايدك تعملي كل حاجه في البيت وبحاجه رخيصه جدا.
بسيطة وسهلة جدا. آه خلاص لفيت الكريات كلها زي ما انا عايزة هنا على جنب. يجي بقى الشربات هنا، هنا عصر هنا، يدوب حاجة بسيطة بس كده، يعني حاجة بسيطة كده، هي نص ليمونة على الاتنين بس كده خلاص. سيبه يغلي كمان غلوة، نلاقي الشربات ده بدأ يتقل، وده لسه ايه مش تقيل اوي كده كده، شربات الكنافة بيبقى تقيل والجلاس مش تقيل اوي، يبقى في الوسط كده اهو. دي الكنافة اللي اتبقت اللي اتكسرت، انا حطيتها في الفريزر شوية لحد ما جمدت، لازم اكسرها بعد كده، فمكسرة اهو تفتفتيها انا ساعات بحطها في الكبة بس انا بوريكوا اهو، انا حطيتها في الفريزر لحد ما مسكت خالص، بكسرها خالص بفتفتها بخليها ناعمه زي التراب. كده انا فتفتت الكنافه خالص اهي، زي ما انتم شايفينها كده بقت ناعمه خالص اهي، لو في حتت ولا حاجه نطحنها اهي. تمام كده الشربات معايا خلص، ده خلص اهو وده خلص، هطفي عليهم، انا هشيل ده وده هطفي عليه. هنا هحط كوباية اللبن عشان تغلي عشان اعمل الكريمة، ادي كوباية لبن اهي خليها تغلي، كنافة اهي، احط عليها حوالي معلقتين سكر بودرة، ادي السكر اقلبه كويس فيها، لو لقيت حاجة معايا كده افركها برضو عشان ايه تتقطع. ده كويس اللبن غلي اهو، وانا ذوبت النشا في شوية مية، ننزل بالروح عليها شوية شوية اهي. تبقى خفيفة جدا زي ما انتم شايفينها كده. اديها شوية فانيليا صغيرين، حاجة بسيطة جدا، اديها ريحة بس اهو بس كده، وعلمها خفيفة جدا جدا اهي. بصوا لو مسكتوها بصوا خفيفة جدا اهي، متبقاش اتقل من كده عشان هي لما بتدخل الفرن وتغلي بتتقل. نسيبها على جنب تبرد ونشوف الكنافه، ندفع عليها نشوف الكنافه. عندي صينيه اهي المونيا، صينيه المونيا عاديه جدا اهي، بشعلها خالص، اخدي نص الكنافه تضغط عليها جامد، تعملي طبقه طبقه صغيره، تضغطي عليها جامد جدا، تعملي طبقه بسيطه جدا جدا. ضغطت عليها جامد اهو زي ما انتم شايفين، ضغطت عليها بظهر الطبق، ضغطت عليها جامد جدا، ضغطي عليها على قد ما تقدري بس كده، بقت ايه الطبقه الاولانيه جاهزه. ادي الكريمه اللي انا عملتها دي بس سخنه شويه، تجيبي ده تعملي الطرف بس كده من الاطراف، اطراف بس بس كده، وحطيت الكريمه اهي فردتها بالمعلقه بعيد عن الطروف علشان ما تسيحش تخلط تبهدل الدنيا اهي. حطي بقى الكنافه عليها كده بنفس الطريقه كده، طبعا حطي على قد ما تغطيها، ما تحطيش كل الكنافه، لو الكنافه كتير ما تحطيهاش كلها، حطي على قدك بس.
غطيتها بالكنافة ضغطة بسيطة بس كده تسويها، اوعي تضغطي عليها، تسويها بس تضربها كده اهي، تكوني مسيحة السمنة، ادي السمنة سايحة، ترشي بس عليها كده اهو. محدش يقول لي هتستوي ازاي، هي هتستوي لما تدخل الفرن هتستوي. تحطي حوالي كبشتين ونص او كبشتين كده كده، لو في سمنه زياده انت بتصفيها في الاخر. ادي الكنافه اهي، ندخلها الفرن، الكرنيهات جاهزه، احط عليها السمنه واحطها في الفرن هي كمان اهي. خلاص دلوقتي الكنافه في الفرن، نعمل الجلاش بقى. انا هعمل الصينيه الكبيره دي اهي، المونيا مش تيفال ولا حاجه اهي، هتاخد ايه ممكن لفه ونص لفتين على حسب، هنشوف دلوقتي. دي لفه بحاجه انا فردتها اهو، تمام، امسك الصينيه كده اهو احطها كده على قدها بالظبط. تمام اهو، خلي ده كده على جنب، اشيل نصها كده على جنب، تمام ادي نصها على جنب، امسك الصينيه احط فيها حبه سمنه صغيرين خالص بسيط بس كده اهو، واخد الدور اللي انا قطعتهم دول اهو بتاع الطرف دي، احطه كده خلاص. انا كده جهزتها من النص، احط شويه سمنه، حاجه بسيطه بس كده اهي بسيطه، دي المكسرات انا طحناها تمام، وقلبتها في شويه عسل من بتاع الكنافه، خدت معلقتين وقلبتهم فيه بسيط بس كده تمام. خلاص هدينا حطيت المكسرات تمام، ابتدي بقى ايه احط الطبقه التانيه من الجريش. بسم الله، انا كده حطيت الطبقه الاخيره اهي، كده اقطعها بقى بسم الله، قطعها بالطريقه اللي انت عايزاها، الطريقه اللي تريحك قطعي بيها. خلاص انا كده خلصت التقطيع، احط لها بقى كبشه سمنه كده اهو بسم الله، واحده الناحيه دي بارد اهو، اول ما تطلع من الفرن اسمعي الصوت بتاعها اهي، بس كفايه كده علشان لسه هنحط لها كريمه وشوكولاته اهي. كلها كده خلاص، نركنها بقى على جنب كده، نبعدها بعيد، نحطها بعيد عن السخونه. عليها عشان الجلاش يطلع معاكي مظبوط، دي بخاخة مية اهي، انا لسه جايباها النهارده،
ومليانه ميه، دي ميه اهي. قبل ما تدخل جلاش اهو قدامكم، فيها رخيتين ميه كده اهي، تمام. الجلاش اهو، عايزين تعرفوا ليه احطها في الفرن واقول لكم ليه. استوت اهي، هنطلعها اول ما نطلعها على طول الشربات بتاعنا تقيل وبارد اهو على طول اهو. الشربات واسيبها شويه، انا اسيبها شويه بقى اوريكم هطلع الكوريز ازاي. اهو زي ما انا بقولك يا دوبك تكه كده وهيطلع. اهي واحده كمان اهي ويطلع. الكريمه اللي باقيه من التورته اهي انا عبيتها في كورنيه، نمسك الواحده نحط كريمه نملاها على اخر كريمه كده، دي كريمه تمام، ودي شوكولاته نعملها نصها شوكولاته كده. نصها كريمة نحط على الوش شوكولاتة تاني تمام. دي نحط لها نص كريزر اهي، نص كريزر ادي كده واحدة. دي بقى هحطها في المكسرات اللي انا طحناها اهي تمام كده. وإذا كل واحد بقى يزوق بالطريقة اللي تريحه، أنا هزوقهم دلوقتي وهتبقوا تشوفوا شكلهم بعدين. خلاص كده الكنافة أنا فنشتها كده زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى الكنافة أهي، الكنافة هي بردت طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتوا شايفينها أهي. انا ضغطت بقى عليها تحت خالص عشان بصوا تطلع معاكم وتعرفوا تقطعوها. بعد ما قلبتها بقى كده حاجه بسيطه خالص، اديها حبه شربات صغيرين جدا كده عن الوش اهو. بسم الله بس خلاص كده، بس الحمد لله بقى خلاص كده، خلاص كده خلصنا الكنافه. الجلاش اهو طلعته من الفرن. طبعا الميه انا ما قلتلكوش الميه هي اللي خليته يحمر لي كده وما يتحرقش ويطلع هش، عشان يبقى مستوي من جوه ومقرمش من بره. الشربات بارد اهو وخفيف، مش خفيف قوي، وسط بارد اهو. بصوا ايدي فيه اهو تمام، حط على طول تعالي صوت التشفشه بتاعته هو لازم. حطوا زي ما انتوا بتحبوه مسكر قوي حطوا، بتحبوه خفيف حطوا زي ما انتوا عايزين. واللي يفيد ده حطوه في برطمان في قلب الثلاجه، مره ثانيه استعملوه سخنوه بس واستعملوه. خلاص احنا كفايه عليها كده عشان ما تبقاش مسكره قوي. لسه بقى اوريكم هتقطعوها، هي اللي متقطعه منك هتصلي كده بالسكينه بس. خلاص كده تمام، ادي كده الجلاش تمام، ادي كده الجلاش والكنافه بالكريمه، ودي الكنافات اللي لسه عاملينها وخلصناها. ان شاء الله تكون وصفه بسيطه كده وسهله وتعملوها وتقولوا لي ايه رايكم تمام. انا بس عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه مهمه جدا، لو اي شيء يتكلم اي حد من عندي على الصفحه قال ان هو كان بيعالجني، انا ما اتعالجتش في مصر هنا علشان ما حدش يضحك عليكم. انا ماليش علاقه باي شيخ هنا في مصر، علشان في شيوخ كلمت بنات كتيرة من عندي وقالوا احنا اللي بنعالجها واحنا اللي بنعملها وبنعملها لوجه الله وبناخد فلوس بسيطة في الآخر. الكلام ده كله ما حصلش، وأنا مش مسؤولة عن أي واحدة تصدق أي واحد يكلمها في الموضوع ده وياخد منها فلوس تيجي تشتكي لي بعد كده. يا جماعة أنا بنبه للمرة المليون، أنا ما اتعالجتش في مصر هنا خالص، أنا لما سافرت بيروت رحت عند الناس هناك. فيا ريت لو سمحت محدش يتعامل مع حد باسمي، أنا ماليش دعوة بأي حد خالص هنا في مصر، حتى اللي في بيروت ما يعرفش صفحتي وما يعرفش حاجه عني خالص هنا. فقلت لو سمحت ناخد بالنا من التعامل مع الناس، وانا مش مسؤوله عن الموضوع ده. ان شاء الله تكون وصفاتي عجبتكم سهله وتجربوها،
ولو في اي وصفه انتوا عايزينها او حاجه مش مفهومه بلغوني، وانا تحت امركم في اي حاجه، وان شاء الله تبقى ابقى ضيفه خفيفه كده على قلبكم. ايه اللخبطه؟ Thank you.